السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناتي الحياة حلو. يلا بسرعة حبيبتي ادعميني كده، اشتركي في قناتي ودوسي لايك وبعتي لي كومنت حلو منك. احنا نعمل مع بعض ايه النهاردة؟ هنعمل مع بعض صينية فراخ بالبطاطس. انا سلقت الفراخ سلقة كده 5 دقايق على النار، وجهزت البطاطس بتاعتي. قبل ما سلقت الفراخ جهزت البطاطس بتاعتي، قطعت بطاطس كده وقطعت قوطة قوطة وفلفل حراق وفلفل حلو وبصل وثوم، وتبلتها عبارة عن ملح وكمون وفلفل اسود وبهارات، وحطيت بقى طبعا الفراخ على البطاطس، وحطيت الخلطة اللي انا جهزتها دي، حطيت جزء على البطاطس وحطيت جزء على الفراخ. وانا في نفس الوقت حبايبي مسخنة الفرن، وهحط صينية البطاطس بالفراخ هحطها في الفرن، ولما اطلعها هوريها لكم. حاجة كده جميلة وسريعة ومش تاخد منك وقت خالص، وفي نفس الوقت تعملي جنبيها بقى مكرونة رز طبق سلطة بألف هنا وشفا. خلاص كده حبايبي انا خلاص طلعت صينية البطاطس بالفراخ من الفرن، ويا جمال ويا جمال.